السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن فلسطين وهم من قلب الحدث، وطبعا قناة الجزيرة جايبة الصور مباشر والفيديوهات، وهم كمان شايلين العلم الفلسطيني والعلم الجزائري الاتنين جنب بعض، وبيقولوا ان هم بيحبوا اهل الجزائر جدا 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 من كل قلبهم، والشعور ما بينهم متبادل، ربنا يديم ما بينهم الاخوه رب العالمين. وكمان معانا فيديو اخر، طفل صغير لسه بيقول احنا عارفين قد ايه الجزائر بتحبنا واحنا بنحبها جدا جدا جدا، ربنا يحميه يا رب ان شاء الله، ويحفظه هو وكل الاطفال يا رب العالمين، واطفال فلسطين واهلها اجمعين يا رب. الجزائر نور العين، فيناكم من فلسطين، يا الجزائر نور العين، نحنا شعب الجبارين، نحنا شعب الجبارين، بنحبك يا الجزائر، جزائر جزائر جزائر، قولوا جزائر جزائر جزائر، جزائر حرة وطنية، ما تنسى القدس العربية، جزائر حرة. فعرف إنها بتحبنا وإحنا بنحبها، بتدافع عنها، عن فلسطين، وإحنا بنحبها كتير كتير كتير. لكم كل التوفيق والسعادة من كل قلبي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.